بحديث على الماشي لهالحلقة رح يكون موضوعنا عن اختلاف المعتقد، وضيفي محمد بهالحلقة شخص مؤمن بس متميز بإيمانه مع أنه هو ويلنس كوتش، فتابعوا معنا بهذه الحلقة إذا أنتم من الأشخاص اللي بحبوا مقارنة الأديان والحوار بالأديان، وما تنسوا كمان تحطونا بالكومنت شو رأيكم بهيك مواضيع، وإذا في أسئلة معينة بتحبوا نكون عم نطرحهم بالحلقة. منشوفكم. السلام عليكم. هاي. يا هلا يا هلا. الحمد لله تمام. الحمد لله. واخيرا ومت شخصيا بيرسي بقى بنعرف بعض من تيك توك من السوشيال ميديا. بدك تحط السيت بس هلا انا حنكون حنطير شوي يعني ايزي حسب الصبر بدك منتج. محمد مبسوط اول شيء، انت معروف از ويلنس كوتش على السوشيال ميديا صح، بس كمان معروف تتميز بشيء انه بعلاقتك مع الله وبايمانك بالحلو. الحمد لله رب العالمين. اليوم بحديث على الماشي ذاتس واي انت موجود، لنكون عم نحكي مش عن الدايت وعن دايت ستوب دايت دخيلك وين ما روح دايت. هلا رح نكون عم نحكي اكثر عن الكوتيه تبعك اللي هي الروحيه او اليوم الدينيه، او اليوم انت مثلا اللي حابب اعرفه اول شيء انا من وين مكتسب انت هالايمان الحلو والانفتاحك للاديان، يعني هذا كمان تتميز فيه انت. صارت معي شغله، اتخلق على امي اتخلق على بي و من بعد ما صارت هيدي الشغله محمد صار حدا تاني. تعمقت بلشت اعرف انا انه في كينج بهالحياه، في كينج، في شيء هو في قوة فوق في ما في خلص لا حول ولا قوة إلا بالله، انتهى الموضوع. في كينج بدك تكون معه لحتى هو يكون معك. مين اللي كان يقول لي هذا الكلام؟ اللي هو ماي هيرو اللي بي. بتعرف سبب اليوم لقائنا مع بعض محمد؟ لأن عنوان الحلقة هو اختلاف المعتقد. أكيد يعني بتعرف أكيد. اليوم أنت كشاب مسلم مؤمن وكيف بقوله بتمارس إيمانك مش يعني بس بالاسم، وأنا كإنسان مسيحي مؤمن كمان بمارس إيماني مش بالهوى. وهذا اللي بيعجبني فيك على فكرة، أنا بيعجبني فيك تعلقك بدينك. ثانك يو حبيبي كلك. انا اذا بتلاحظ اكثر حدا بيعملوا لي ماشن عندك هو انا. ايه بيعملوا لك ماشن. انا بتعرفني ناشط كثير على السوشيال ميديا كمان بحكي بالدين، لان اليوم مهم محمد نحن موجودين سوا، لان مهم اليوم صحيح يمكن انا وياك ما نتفق بكل النقاط، بس مهم نكون نحن بنفهم بعض. اول شيء كلمه دين تعني دستور، يعني هو مثل قانون بيحكم الحياه. انت هلا اشاره حمراء بدك توقف عليها لانه الاشاره حمراء تمام. ففي عندي دين اسمه اسلام، انا بيحكمني بجوانب الحياه من الزواج تمام، مثلا مثل ما الدين بيحكمني كيف احكي مع ماريو من غير دين، بس انا واجب علي بديني احترمك وكرمك لانك انت مثلا من غير دين. بالزواج عندنا نحن انا بديني ما اسمح لي اتزوج مسلمة، ما اسمح لي اتزوج يهودية، ما اسمح لي اتزوج مسيحية، المهم تكون هيدي البنت من اهل الكتاب، عندها كتاب بتقول انه في الله على القليلة. طب اليوم اذا كان صار نصيب وتجوزت وصار عندكم اولاد، الاولاد على اي دين بدهم يكونوا؟ هلا انا بديني برافو عليك على السؤال، هلا انا بديني كمسلم واجب علي انه ولادي يطلعوا اسلام لانه بتحاسب عليهم. اليوم اذا طلع ابنك اجا وقال لك بيي انا بدي اصير مسيحي، شو كان رح يكون ردك عليه؟ انا اللي علي اليوم انصح اولادي. هلا في شغله محمد كمان، انت اليوم بعرف نحن موجود على السوشيال ميديا، اليوم عم ينحكى كثير بالاديان وصارت بلاتفورم مفتوحه للكل مين ما كان يحكي. ويلي اللي عم شوفه منصدم. وانت اليوم كنت عم بحكي انا وياك قبل انه انت منصدم اليوم الكراهيه الموجوده تنقول بين المسيحيه والاسلام. سو ليش برايك شو سبب هالكراهيه؟ تتذكر ماريو لما توفى الرئيس رفيق الحريري؟ ايه. لما كنا نحضر نفتح تي في نلاقي كثير وقتها صار في كثير مظاهرات و14 اذار مش ما عم بحكي سياسه عم بحكي شعب. في قسم لجبران تويري قالوا من بعدها توفى. اذا بتلاحظ اي انسان بيجي بيحاول بده يوحد او بده يحكي شيء عدل بيموت بيتصفى. يعني موسى الصدر قال على السنه والشيعه مذهبان لدين الواحد فركت بينهما السياسه، ورجع قال التعاج الاسلام المسيح اثر ويجب التمسك بها، اختفى الانسان. رفيق الحريري بده يبلش يوحد، بس اليوم الدين ما بيوحد، يعني الدين الاسلامي ما وحد
مع المسيحية. يعني يوم تعرف فئيات واضحة فهمت عليك بقولوا أن المسيحيين هن كفار هن مشركين هن ضالين. يعني اليوم لما أنت عم تجي توحد عم بفهم حلو التوحيد وحلو اليوم هول اللي بيحكون كل مين عدين والله يعينه لكم دينكم ولي ديني، مع أنه هيدا الآية اللي بيستعملوها كتير هي اسمها يعني اليوم منا انمحت لأن إجوا آيات تانية أخذت محلها، يعني بتقولها منسوخة، يعني مثل كأن بطلت فعال اليوم. هلا أنت كإنسان أنت بس دين بالحياة ولا في اجتماعي دينك حتى الدين؟ بس اليوم صارت الإنسانية أهم من الدين يا محمد، صار الإنسانية أرقى من الدين. لا بتعلمني حب خي الإنسان أكثر من الدين، ما هون اللغز. هي يعني لما الدين هو بيخليك تحب العالم اكره. نو بس لما الدين يخليني أنا أنظر لخي الإنسان بطريقة فوقية واختلاف عني وشوفه ضال وشوفه كافر وشوفه غلط وشوفه 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 وتجي الإنسانية تعلمني معلا حبه مثل ما هو تقبله مثل ما هو مدري شو، وهون صار في ارتقاء بالإنسانية أكثر فوق الدين. يعني صار الإنسانية أهم من شرائع ربنا ولا في لغز في غلط بهالموضوع هون؟ تذاكر شيء اسم معركة صارت مثلا بين إسلام ومسيحية؟ بس ما هو الانفتاحات اللي صار انفتاحات الإسلامية فتحات على الأندلس، الفتحات الإسلامية ما الأندلس شو كان حبيبي؟ هلا العراق لبنان سوريا كانوا كلهم بلاد مسيحية. تركيا هي من أول البلاد اللي تحولت للمسيحية بعد بعد يعني الأورشليم اليهودية. يعني أول ما خرج المسيحية راحوا على بلاد أنطاكيا اللي اليوم اسمها تركيا أو أفسس، كل هاي دول البلدان اليوم بعد بتروح بتشوف المعالم المسيحية، الكنائس الأولى اللي تعمرت كان كلها البلاد مسيحية بسبب الفتحات الإسلامية. إجوا حطوهم تحت أمرين، يا أسلم تسلم يا بتدفع الجزية وعلى يد أوكي. صاغرة يعني فهمت. بطريقة يعني أنت ومن هين. قبل مجيء الإسلام المسيحيين كانوا كتير عم يتعرضوا أو مضطهدين من قبل اليهود. اليهود هي عائلة وهالعائلة صارت شعب، عم تفهم علي؟ يعني هن ما بهمهم أنت تتبع ملتهم. يعني هيدي كمان لما تيجي تقرأ هالآية أنه هيدا شيء منه صحيح أصلا، ما بحياته اليهود بشروا أنك تصير يهودي. أوكي لما الإسلام وصل لعزه وصلوا على اليمن وصلوا على الأندلس اكزاكتلي طيب اذا كان نفس المبدا اللي انت عم تطبقه ليه بقى في مسيحي اليوم لازم ما يبقى ولا مسيحي؟ ما فكره النساك اليوم مرشار وكل هدول بلشت لما كانوا يهربوا من الاضطهاد يهربوا اصلا. بتعرف ايش المسيحيه تنقول على لبنان كيف انتشرت كمان من سوريا؟ اضطهدوا المسيحيين والرهبان هربوا على جبال المسيحيه هون. يعني الموارنه نحن الموارنه اصلا من سوريا. اليوم الموارنه اجت هو مذهب كان تابع لكاهن اسمه مرمرون ناسك. هيدا الكاهن هرب من الفتوحات الإسلامية من سوريا، اجى على لبنان عاش هون ونشر تعاليمه ودعي وكل أتباعه اللي هن المسيحيين موارنة على اسمه مرمرون، كان اسمه مارون. يعني بمصر بعضهم لهلأ المسيحية عم بيحاربوا لحقوهم ليقدروا يمارسوا شعائرهم بس أنا بيد أكيد درس شريعة وفهم درس فقه ودرس عقيد ودرس كل شيء. أنا ولا مرة إجا بي قال لي إنه نحنا مثلاً نكره المسيحية أو لازم يأسلم غصب عنه أو الدين النشر هيك كانت تصير. ها بيك لأن نقى يختار الإنسانية عن الدين. نحنا عنا عقيدة كمان بالإسلام إنه لا قتال لنا مع أهل الكتاب. الحروب الصليبية اللي صارت ما هو طيب ما هو انت بتعرف كمان الصليبيين شو عملوا بأمريكا بالخير؟ أنا ضد يعني كل العالم قتلت. اليوم ما فيك تجي تدق باب واحد تقتحم بيته لأن دافع عن نفسه تجي يصير حق عليه. فهمت عليك حقيقة محمد. اليوم أنت أنا بحب اللي فيك لأنك إنسان أنا واعي. صريح إيه إيه صح هو يعني هو أنا اللي بقدر جاوبك عليه أنه في أمر يعني كيف بدي أقول لك يعني أمر من الله أنه دين عند الله الإسلام أنه لازم ينشر. هلأ النشر بالقوة ولا ما بالقوة أنا حسب ما بعرف أنه كان في كتير رحمة بس أنه في قصة بعرف وحدة أنه قتلوا لها بي وخي وعائلتها كلها وآخر شيء صارت مرته للنبي وخليها هاي أنا لا أعلم بها. ما هاي إذا بدك تطلع عليها يعني مطلع عليها مات يعني قتلوا لها أنه كل أهلها كانوا من غير دين وبقيت هي وهي اضطرت أسلم وتصير وحدة من زوجات النبي محمد. هلا خلينا ارجع شغله قلت شغله انت انه الله طلب منهم يعملوا الفتوحات والحروبات هذه لينشروا الاسلام. طب اليوم تعرف المسيحيه هي موجوده قبل الاسلام وكانت منتشره بكل قاع الارض وبعدها لليوم هي اكثر دين منتشر واكثر دين في له اتباع هو دين المسيح. صح. اليوم حسب كتاب المقدس المسيح عطى بقول لهم اذهبوا لكل بيت وضيعه والقوا سلامكم عليهم. صح. من يقبل سلامكم بتبشرون، اللي بيرفض سلامكم قال حتى الغبره اللي على تفضوها اجريكم تفضوها وبتفلوا خلي يكون يعني هن كيف بدي اقول لك يدفعوا ثمن رفضهم لهيدا الشيء هن رح يتحاسبوا بالاخر. طب ربنا من محل عم يدعي بالسلام وبالمحبه وهيك فجاه الله بعدين بيقرر
انه روحوا وهلا ما بقى بدي انشر بالسلامه بعد ما انتشر اوريدي الدين بالسلام وبالمحبه وكل العالم مشي وعم يتبعوا هذا الاله، فجاه قرر بده هلا ينشر نبي جديد بالسيف ينشر هيدا الشيء. مش فجأة بسرعة. هيك من باب للطاقة آه وأول عشر سنين بلش محمد بالدعوة طيب آه. لما بلش بالدعوة شو عملوا فيه؟ طيب شو عملوا فيه؟ يرجموه بالحجارة ما قبلوه كنبي لأن ما أثبت نبوته يعني لا اليهود لا المسيحية قبلوه لأن اليوم لتكون نبي في لازم تكون أول شيء معك آيات وعجائب لازم تكون الله مأيدك. النبي محمد لما سألوه طب شو هي الآيات العجائب لتثبت نبوتك قال لهم لم أعطى أي آية وعجيبة، الآية الوحيدة اللي أنا عطيت هي القرآن. القرآن طيب بس ما القرآن كلام وكلام شريعة موجودة. أمرك عارف علي محمد اليوم صار أوكي جوان. الفكرة بالموضوع في أمور أنت يمكن منك مطلع عليها اللي هي وقاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. طيب بمحل ما بيقول قاتلوا كل الذين لا يؤمنون لا بيوم الدين ولا بالله ولا بالرسول وشريعة الرسول مثلا هذا اختصار أنا هي أنت بتعرف في تبعية للآية بس ما هالآية اللي ذكرتها قبل صار اسمها منسوخة يعني مجرد ما ينزل آية تانية مضادة لها هيدي تلغى يعني هيدي كانت لوقت معين انه قبلوا هلا عادين وبعدين صار ما انتم بتقولوا هي منسوخ يعني اليوم لك شو بيقول اليوم بيقولوا انه النبي محمد جرب اول عشر سنين من حياته لما كان بالمدينة عرفت كيف انه ينشر رسالته بالدعوة بس ما قبلوا منه فاللي قبلوا اللي هن كانوا عشرات من الناس هون بلش يستخدم اسلوب الحرب وسلاح وتسلح هون وبلش ينشر معتقده بالقوة لا بده يرجع يروح ينشر دين تاني بالبلاد اللي اوريدي وصلت لها البشاره انه في اله واحد لانه الله امره انه ينشر الرساله بس ما ها كيف بنعرف انه الله امره ما الله يا الله مفصوم سوري بهالكلمه لا حشا يعني عرفت كيف عن جد كلام يقال انه الواحد يغير رايه اول شيء بلش بالشيء اسمه لا بده يرجع يغير رايه يمشي بالقوه من بعد ما كان هو اله محبه وبالسلام ما هو فهمتك. محمد الله ما خلقك حر صح. خلقك عندك اراده حره صح. وله يحاسبك بالاخر صح. طب اذا عم يجبرك تمشي مثل ما هو بده كيف بده يحاسبك ما طيب. بقى في مجال للحساب طيب بدي اسالك سؤال بده واحد تجي بتحطه بالحبس وخلص لغيت عنه كل الشهوات وهيك ما بقى بقى شيء لتحاسبه عليه سو اليوم ربنا عطينا اراده حره وخلقني من الاول حر اختار شو بدي وبصلي وبدعي من قلبي يوم من الايام توصل تكتشف هذا المسيح مثل ما انا اكتشفته الرائع ويظهر ذاته لك سايم بتمنى لك يا لك يا بس في شغله بس اخر شيء بسوره آل عمران الايه 19 بيقول لك ان الدين عند الله الاسلام مشان هيك نحن بنقول انه بس هل بس وينه الاسلام ما بحياتها ذكرت هالايه الا بالقران في الفاق في 3500 سنه كتب قبل الاسلام يا محمد كيف بدك يعني ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين اوكي كلمه مسلم يعني انا مسلم امري لله مسلم الناس من شره ومش على الاركان الاسلام الخمسه واركان الايمان السته على الاسلام الاركان الخمسه يا محمد بلا اوجدت عند النبي محمد اوكي ما كانت موجوده ليك شوف طب انا كيف بدك واحد تقول كان مسلم وهو ما كانت موجوده هالاركان كان... وهالصلاه ما كانت اؤمن لا اله الا الله وشو ما هو شهادتين ما كانت ما انت وحده من الاركان انك تشهد شهادتين فنتك. ما كان له وجود للنبي محمد فيك تفهم اللغز تقول محمد ان هن كانوا عم بمهدوا للاسلام النبي محمد بس كتب الاسلام بحذافيره لكن هالكلام غلط تمهيد فرق وبان انه كانوا مسلمين فرق في لغز محمد بهذا الشيء الدين عند الله منه الاسلام والله اصلا ما عنده دين باعتباره الله عنده طريق حياه علاقه الله عم يطلب علاقه معه يا انا بامن فيه وبمشي عليه اوكي في شرائع الله عطاني مانوال عطاني كتاب اليوم تشتري غسالة بيجي معها مانوال كيف تستخدم هالغسالة صح. الله خلق هالحياة وعطاني مانوال اللي أنا بعتبره الكتاب المقدس كيف عيش هيدي الحياة exactly. كيف شو الصح من الغلط شو أنا لسبب وجودي كل هيدول الله أظهر كل هيدول من خلال الكتاب المقدس وكان كامل وكافي أنا بعتبره طيب هذه الشغلة ما بتحس بتهلكك إنه كذا نسخة ليه مش كتاب واحد حبيبي لا بالعكس في أجمل من هيك إنه أنا اليوم في أكثر من 40 نبي كتبوا عن هالإله وبيجي بقرأ أنا ضمن 3500 سنة مختلفة وبمناطق مختلفة وبلا مختلفة بلاقيهم كلهم عم يحكوا عن نفس الإله هالشي بيأكد لأنه هالإله صح أيوة مش ممكن 40 شخص نبي ورسول مختلفين بأفكارهم وكل شيء بس عم يكتبوا عن نفس هيدا الإله يعني هيدا الإله هو حقيقي مش شخص واحد اجى قال انا اعطيت النبوه عم يعطي النبوه انا اليوم لو وجد النبي محمد لحاله بلا كل هو الانبياء انا ما بصدق رسالته مين انت يعني شخص لحاله يشهد عن نفسه يعني شاهد يشهد عن حاله كرمال هيك انا بقول
اليوم النبي محمد مين كان شاهد لدي يشوف انه الملاك كان عم يحكي؟ ما حدا. لكن عند الانبياء والرسل الملائكة والله تكلم قدام البشر وقدام كتير، يعني صار كتير امور لما تقرأ كتير المقدس بتشوف في بروفز كتير انه هالاشياء كانت عم تصير. سو هيدا اللي صار اللي بدي اقوله. محمد اول شيء thank you so much على عن جد تهذيبك وصغيك واحترامك، مرسي كتير وكتير مبسوط بالحديث أنا وياك، وإن شاء الله بنكفي. وأنا بتمنى كل اللي عم يسمعونا عن جد الهدف نوصل اليوم إنه نكون قادرين نتحاوس بأديان مختلفة. عبد الله عدف طحنا أسئلة كل ما أجي بختمه. ليه في عالم بتكرهك على تيك توك؟ بتكرهني لأن اليوم محمد أنا لما بدك تيجي تعلن الحق أنت محمد، حتى في ناس كتير بتكرهك، خلينا نكون صادقين، أنت في عندك أعداء أكثر مني بيعملوا لك فيديوهات عليك وأنت عم تحكي عن الوالنس، كيف أنا عم بحكي بدين وهالدين علاه، بس أنا في كتير ناس بتحبني وأنت في كتير ناس بتحبك وأنا من اللي بحبوك وأنت ما بتحبني ولا بتكرهني. لا لا أنا أنت ما حومي عدتك الله يعني بيشهد والله حبيبي. شوف أنا لو بكرهك ما بكون مني معك. إيه حبيبي تسلم. سو اليوم بتمنى من الحديث كله يشوفوا إنه اليوم قادرين نحنا لحو أنا وياك بالآخر، أنت مسلم أنا مسيحي وأنت بعدك مسلم وأنا بعدني مسيحي، لكن تحورنا وحكينا واتفقنا وبطريقة كتير. بدي خبرك سر عني. بدي خبرك سر عن أنا لهلا بعدني مصر إنه يأخذ مجرديني. هاي من الآخر إن شاء الله. لأنه أنا أول شيء حابب يكون مختلف إن شاء الله. تأخذ وحدة مسيحية لما تكون أنت كمان صرت مسيح. الله يوفق اليوم يفتري علينا من الآخر. الله يخليك لأخر. محمد اول شيء ثانك يو، كثير انبسطنا بالحديث، كان رائع بحديث على الماشي، كان حديثنا اكثر من ماشي. انا صراحه كنت متوقع يكون النقاش بعد، كنت محضر لنقاش عرفت كيف اقسى، بس كان بالعكس كثير حلو وكان الحديث ماشي رائع. وبرجع بذكر انه حبيت كثير هدا كنت انت هيك متواضع وعم تسمع وعم تسال بطريقه حلوه وعم تحاول بطريقه حلوه. انا كمان بدي اشكرك، وبالنهايه نحن ما فينا نعيش إذا ما تقبلنا آراء بعض، ما حتزبط. خلص بدنا نتقبل آراء بعض مهما كان رأيك مختلف عني، كل واحد بيوصل فكرته، ولا تسأل اللفظ وإن ضاق عليك الجواب 100%. مع أنه كنت متوقع آخر شيء تصير مسيحي ونعمدك بالميات هون بس ما ضبطت. next time thank you